انا نانسي. النهارده انا جايه اتكلم في موضوع جديد و مفهوم جديد، هو موضوع الاكل الحلال. وايه هو الاكل الحلال؟ وليه مثلا المسيحيين مثلا مش مهتمين ياكلوا اكل حلال زي في ديانات تانية مثلا؟ يعني ليه انا جايه اتكلم عن الموضوع ده؟ لان عليه تفاصيل كتير قوي ومفاهيم كتير قوي مبهمه ومش مفهومه ومش واضحة لناس كتير. مجرد بس يقولك ده أكل حلال ده مش حلال، بس مش عارف إيه السبب، ليه ده ينفع أكله وده ما ينفعش أكله، يعني تفاصيله مش واضحة يعني. ومفهوم الأكل الحلال مش بس ليه علاقة بالدين أو العقيدة أو الأكل الصحي أو مش الأكل الصحي، أنا اكتشفت إن ليه معنى روحاني عقائدي قوي جدا وعميق جدا، بالذات في الديانة المسيحية. وعشان كده انا قلت اعمل الفيديو ده. لما دورت على مفهوم كلمة الاكل الحلال اكتشفت ان معناها جاي من الديانة اليهودية، وهي كلمة الكوشر، الاكل الكوشر. وده طبعا يعني ميك سنس، يعني شيء منطقي، لان ده يرجعنا لمفهوم الديانات الابراهيمية المسيحية والاسلام واليهودية، انها مرتبطة ببعض، وبرغم كل الخلافات والصراعات هما عيلة واحدة في الاخر، فطبيعي ان يبقى في ارتباط بين كلمة الاكل الحلال وكلمة الكوشر مثلا. بس المفاجأة ان انا اكتشفت ان الاكل الكوشر في الديانة اليهودية هو اكتر دايت ريستريكشن، اكتر صرامة من اي دين تاني، هو اكتر صرامة من كل شيء. يعني مثلا ممنوع اكل الخنزير، الارانب، الجمال، كل الحاجات دي ممنوعة، كلاب والقطط طبعا ممنوع، طيور معينة زي الخفافيش والصقور وبيتقال عليها طيور نكسة، ممنوع أكل أي أسماك في قاع البحر زي الشلفش، زي الجمبري والكابوريا، ممنوع كمان أكل السكويد زي الصبيط. يعني تقريبا كل الجابانيز راسترنت والسوشي حرام في اليهودية. عدم خلط الألبان باللحم حرام في اليهودية، لدرجة يعني بيوت اليهود المطابخ منفصلة عشان ما يمزجوش اي حاجة فيها لبن او جبن باللحمة، ده حرام. ده كده يعتبر كل الفاست فود بالنسبة لليهود حرام، زي ان ان اوت برجر وبرجر كينج وماكدونالدز، لان تشيز برجر وكل ده غلط. يعني احنا مسموح لنا مثلا ناكل بالسمنة مثلا، كل طبيخ المصريين بالسمنة، ده حرام في اليهودية مثلا. واهم شيء في الكوشر الذبح، ان لازم الضحية تكون سليمة ولازم يحصل ذبح ويحصل صلاة ويصفي الذبيحة من الدم. وده يرجع لتكوين 4:9، غير ان لحما بحياة دم ولا تأكلوه. والترجمة الانجليزي اوضح في الاية دي، but you must not eat meat that has life blood still in it. لان الدم فيه حياة، فيه دي ان اي، فكان ربنا يعني عايز يعلم حرمانية الدم، حرمانية أكل الدم، ويقلل القسوة في النفس البشرية، يعني بالذات في الأيام القديمة في البي سي. يعني طبعا الخمور في اليهودية مسموح بيها، وبالعكس دي بتخش في شعائر دينية والاحتفالات زي الأفراح وكده في اليهودية وعادي جدا. يعني بالنسبة للدين الإسلامية طبعا حرام أكل الخنزير، لكن مسموح بكل حاجة تانية، مسموح بالشلفش وبالسكويد، ومسموح بالطبخ بالسمنة، ومسموح بالشيز برجر، كل ده مسموح بيه، مش حرام زي في اليهودية. وأهم شيء في الإسلام طبعا الذبح، وتصفي الذبيحة من الدم، ويحصل برضو الذبيحة تكون سليمة وناحية القبلة، مشابهة جدا لليهودية. واليهود برضو كان عندهم تقاليد معينة بغسل الإيد وكده زي الوضوء في الإسلام، بس كانت قبل الأكل. في تشابه كبير قوي بين اليهودية والإسلام في الأكل الحلال والكوشر، بس اليهودية أكتر بكتير صرامة من الدين الإسلامي في الدايت ريستريكشن. يعني طبعا حرام شرب الخمور في الإسلام بكل أنواعه وكل الحاجات المخمرة، لأنها بتذهب العقل وده حقيقي، وبتأخر المخ، وده الغرض يعني من شرب الخمرة، أنها تأخر العقل ساعة الوقت الاسترس وكده. والفكرة الدينية من الأكل الكوشر أو الأكل الحلال في الديانة اليهودية بالذات كان ليه أكتر من معنى،
كان اولا الطاعه، هل اولاد نوح هيسمعوا كلام ربنا وما ياكلوش اكل معين وطريقه معينه، ولا هيبقوا زي ادم ويمشوا ورا شهواتهم الجسديه وما يسمعوش كلام ربنا؟ الفكره التانيه من الاكل الكوشر في اليهوديه ان كان ربنا عايز يميز بني اسرائيل، اليهود عايز يميزهم عن بقيه الامم في شكلهم، في اكلهم، في سلوكهم، لان ده شعب الله المختار. شعب الله المختار مش ان هم فلته ولا حاجه، شعب الله المختار لان من خلالهم هيجي المسيح. ربنا اختارهم من دمهم، ان المسيح يجي من سبط يهوذا، يجي من شعب بني اسرائيل، والعذراء تيجي من سبط يهوذا كمان. فعشان كده كان لازم يميزهم بالاكل والشرب. المعنى الاخير والاقوى الروحاني ان هو ضحية عن خطايانا، بنضحي بنكفر بيه عن ذنوبنا. والمعنى ده كان في الاديان كمان اللي مش الابراهيميه، كان في الديانه القديمه، يعني حتى في الفرعونيه كانوا بيضحوا بعروسه النيل عشان الميه، عشان النيل يزيد. في الثقافه الاستيكا والماين كان بيضحوا باطفالهم، وكانت يعني كان شيء منتهى الوحشيه والشراسه انه يضحوا باطفال ويذبحوا طفل ويسرقوا قلبه عشان الالهه الوثنيه بتاعتهم. ف كان في معنى التضحية بالحيوان تكفير عن خطايا أو معصية، وكان شكر كمان زي هابيل وقابيل كان بيعمل ضحية شكر. وفي الإسلام مثلا العقيقة يضحوا بعجل شكر لمولود جديد أو حاجة حلوة حصلت، فكان ضحية بالحيوان يعني. وأهم معنى في العهد القديم موضوع الضحية ده كان عيد الباس أوفر، وده أهم عيد ديني عند اليهود، عيد الفصح، لما ربنا أمرهم يذبحوا خروف بشكل معين عشان يرفع عنهم اللعنات اللي هتنزل على أبكار مصر في اللعنات، وعن يصفح عنهم من الذل والعبودية اللي عاشوا فيها في مصر 430 سنة، ويطلعوا بره مصر، يفصح عنهم الباس أوفر من مصر. فكان معنى التضحية بالحيوان ده حاجة كبيرة جدا في الديانة اليهودية وفي الكوشر. بالنسبة للمسيحية بقى، الدايت ريستريكشن مختلف تماما عن الإسلام واليهودية. أول حاجة مسموح بكل شيء، مسموح بكل الأكل، بكل الشرب، وحرية مطلقة. المسيح عطى حرية مطلقة، والديانة المسيحية مش ديانة قمعية خالص، ديانة فيها حرية. وانا حرة ان انا اشرب خمرة، ما اشربش، على حسب الدايت بتاعي، بس ما اسكرش. السكر حرام في اليهود، في المسيحية انا حرة ابقى فيجن، ابقى فيجيتيريان، ابقى باسكتيريان، اكل اللي انا عايزاه على حسب النولج بتاعتي وظروفي الصحية واللي انا عايزاه. مفيش دايت ريستريكشن في المسيحية خالص. واهم شيء وبالنسبه لاكل الخنزير بالذات، يعني بعيد عن الموضوع ده، ان اكل الخنزير نجس وانه هو مش نظيف، وده حقيقي. الخنزير بياكل اي حاجه، بس بلاش التعميم بالمنظر ده، لان في مزارع خنزير نظيفه جدا. وحد مثال على كده، زي ما المصريين بياكلوا فول وفلافل الصبح، الالمان ما بيفطروش غير ساسج، ما بيفطروش غير خنزير. فما ظنش ان هو نجس او مضر، لان الالمان اذكى مهندسين في العالم، والمانيا معروف انها من انظف مدن اوروبا. فبلاش التعميم. هو الخنزير نجس، بس في مزارع نظيفة، في مزارع ايبيريا اللي في اسبانيا دي اغلى نوع خنزير في العالم، فهو is depend. فإتس اوكي اللي احنا ناكل خنزير بس يكون نظيف. وعلى عكس، في ناس بتاكل خنزير كتير مثلا في امريكا اللاتينيه بيجيلهم امراض قلب كتير، لان الخنزير دهونه عاليه قوي يعني. فبلاش التعميم يعني، مش 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 لازم يعني. والمسيحيين مش محتاجين يتميزوا باكل حلال او كوشر او نوع معين او بدايت ريستريكشن، احنا مش محتاجين ده، لان المسيح هو ميزتنا، احنا متميزين اللي احنا مسيحيين. المسيح قال انتم ملح الارض، انتم نور العالم. فانا مش محتاجه اكل اكل معين او طريقه معينه عشان ابقى مميزه زي ما كان عايز يميز اليهود. خلاص ده خلص، انا متميزه ان انا مسيحيه، مش محتاجه دايت ريستريكشن ان انا اكل اكل معين او بطريقه معينه. ولو انا قارنت بين الاكل الحلال ومش الاكل الحلال المذبوح، يعني سواء في الاسلام او الكوشر في اليهوديه، والاكل اللي مش مذبوح يعني زي اللحمه هنا في امريكا او في كندا او في استراليا،
او في اوروبا مش مذبوحه، بتبقى بيحصل صعق يعني للحيوان. انا في رايي الشخصي ان الاكل الذبح اللحمه اللي مش مذبوحه اكتر صحيا من اللحمه المذبوحه، وهشرح ده ليه. يعني اي بني ادم بيتعرض لحسه او خضه، التروما دي اللي هي الخضه بتاثر على شعره، على نبضات قلبه، على يعرق يكش يتخض، بتاثر على كل ده، على كل جسمه. كذلك الحيوان لما انا بذبحه وبجيب سكينه وبالعنف والشراسه دي، التروما دي بتوصل لكل خلايا جسمه، كل خلايا اللحمه اللي جواه، سواء الفرخه سواء الذبيحه، بتتعرض للصدمه دي. وانا باكل الاكل بالصدمه دي، اللحمه بالصدمه بالتروما دي. عشان كده بيحصل في عيد الفطر حوادث كتيره قوي بعد العيد، لان بتبقى فيه فايب عنف وحاله عنف حصلت رهيبه، ومحدش يقول ان كان بيبقى فيه رحمه وكده. لان انا بشوف فيديوهات على اليوتيوب 5 رجاله يجروا ورا عجل ويذبحوا وبتبقى مهزله، واللي يذبح فوق السطوح واللي يذبح تحت في المنور، وحاجه بتبقى مهزله، ويعني ده عيب. يعني احنا المصريين حضاره العالم، تبقى البلد مش قادره اقول كلمه دبلوماسيه غير انها بتبقى في منتهى القذاره يعني، والريحه، ويبقى في مذابح يعني اماكن مقفوله مش على الملء كده. ليه احنا يعني العشوائيه وقله النظافه جزء من حياتنا؟ احنا المصريين المفروض نبقى يعني احسن من كده، في وضع احسن من كده بكتير. فانا شايفه ان اللحمه اللي مش مذبوحه اكتر صحيا من اللحمه المذبوحه، ودي اراء شخصيه بس السبب الروحاني والعقائدي المهم جدا لعدم الذبح في المسيحيه وعدم الاكل بدايت ريستريكشن معينه للمسيحيين، ان مجيء المسيح وصلبه على الصليب ونزول دمه الطاهر على الصليب والجلدات وتاج الشوك اللي نزل، اللي حطوه على راس المسيح ونزل دم من دمه الطاهر ده، غسل خطايانا. انا مش محتاجه ضحيه، مش محتاجه اجيب خروف عشان يمحي خطاياي، مش محتاجه اجيب عجل اعمل عقيقه او شكر. المسيح جه صلح كل ده، دم المسيح نزل هو الضحيه، فاحنا مش محتاجين ضحيه بشريه ولا محتاجين ضحيه حيوانيه، مش محتاجين. المسيح جه. عشان كده كل نيو يير، كل كريسمس ونيو يير بنحتفل بمجيء المسيح، لان مجيء المسيح صلح كل الحاجات الريتوال، العادات والتقاليد الدينيه الغلط يعني اللي كانت موجوده. احنا مش محتاجين نضحي، المسيح هو الفادي، هو اللي فداني. انا مش محتاجه اكل اكل مذبوح او متسمي عليه، لا خلاص. الذبيحه الحيوانيه مش موجوده في المسيحيه، وحرام الذبح في المسيحيه كمان بعد مجيء المسيح. المسيح غير الخطيه، وحتى الجينيريشن كيرس، الخطيه الاولى ده يعني المسيح جه صلحها. انا لما اعمل خطيه انا محتاج بس اروح الكنيسه واتناول، مش محتاجه اعمل ضحيه تاني. واقوى معنى للمفهوم ده كانت نبوءه السيد المسيح، عن نبوءه مجيء السيد المسيح في اشعياء 7:53 ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق الى الذبح، كنعجه صامته امام خزيها فلم يفتح فاه. كان المسيح هو الضحيه، كان هو النعجه، كان هو العجل اللي اتحمل وما فتحش فاه علشان يفدينا احنا ده كان المعنى الروحاني القوي جدا من موضوع الاكل الحلال. وطبعا الكريستيان كلوب يعني مفتوح للجميع، يعني اي حد عايز جوين الكريستيان كلوب هو مفتوح للجميع. بس كمان المسيحيه مش تنفع لاي حد وما تناسبش اي حد كمان بس ده هو ده كان بالمختصر ليه المسيحيين مش بياكلوا اكل مذبوح او اكل كوشر، وليه احنا مش محتاجين دايت ريستريكشن يميزنا، وليه بيحصل ذبح في الديانات التانية، في الديانات الإبراهيمية التانية، ومش بيحصل عندنا. Thank you all for watching and see you soon. Have a good day.